محمد بالوادي بتخصيص مبلغ مالي من رواتبهم قصد تهيئة وتزيين أقسام المتوسطة كدفع لتحفيز التلاميذ على بداية مشوار دراسي ناجح. نتابع المزيد مع عبد العلي حومة وهشام مشكيط. تفاجأ تلاميذ متوسطة توات إبراهيم أحمد الحماديين ببلدية المجرن بتحويل قسمهم إلى تحفة وطلائه بشكل مميز. وجدنا هذا القسم نظيفاً جميلا ونشكر الذين ساهموا في طلاء ونظافته. نتمنى أن يبقى هذا القسم جميلا إلى نهاية العام الدراسي. أشكرهم على التغيير وننصح جميع أصحابي من يحافظوا على هذا القسم وإن شاء الله يديروا كيف نعبلق لقسم الأخر. المبادرة أطلقها عدد من أساتذة المؤسسة التربوية بتخصيص جزء من رواتبهم لتزيين وإعادة الاعتبار وتهيئة الأقسام وتنظيفها قصد التحفيز على النجاح. فكرة نابعة من أفكار الأساتذة أو الطاقم التربوي وهم مشكورون على ذلك، وبإذن الله إن شاء الله نسعى بأن يتعمم هذا القسم وتكون المؤسسة ككل نموذجية. أملنا الوحيد هو أن نجعل تلميذ في حجرة نظيفة جميلة وفي بيئة نظيفة جميلة كذلك حتى نرتقي به إلى الهدف المنشود وهو النجاح. المبادرة ورغم بساطتها رسمت جسرا للتواصل بين المدرسة والأولياء قصد خلق مناخ لبناء جيل الغد.